تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة بنتطرق الأمور ومواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وطبعا يسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم تواصلكم ويانا عبر تواصل أرقام التواصل ويانا وكذلك الرسائل النصية. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، في الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. اليوم مواضيعنا متنوعة بتكون مثل ما عودناكم، طبعا فقرتنا التغذوية وعندنا دراسة بعد جميلة ومهمة تهم فئات كثيرة من المجتمع. وفقرتنا التغذوية اليوم بتكون مهمة جدا، خاصة للي عندهم السكري النوع الأول ويكونون في فترة الطفولة اللي هو تغذية الأطفال. بس بنبتدي بداية بدراستنا. الدراسة تقول دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب. وجد باحثون أن الأشخاص اللي تقل أعمارهم عن 25 سنة معرضين بشكل خاص للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن المكملات الغذائية اللي تعزز التخسيس أو بناء العضلات وترفع طاقة الجسم. وقالت الدراسة اللي أجرتها كلية تي تشان في جامعة هارفارد أن الشباب والشابات اللي يتناولون المكملات الغذائية أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمعدل 3 أضعاف من أقرانهم ممن يتناولون الفيتامينات الطبيعية. وقال المعد الرئيس فلورا أور أحد الباحثين في مركز هارفارد للوقاية من اضطرابات الأكل، أصدرت إدارة الأقذية والعقاقير تحذيرات لا تعد ولا تحصى حول المكملات المباعة لفقدان الوزن أو بناء العضلات أو الأداء الرياضي والطاقة. ونعلم أن هالمنتجات يجري تسويقها على نطاق واسع ويستخدمها الشباب. وقام الباحثون بتجميع المعلومات المتعلقة بالمكملات الغذائية التي ربطت بزيارات المستشفيات والعجز طويل الأجل والوفيات وأنواع أخرى من المرض لدى الأشخاص دون سن 25 عاما. طبعا المكملات متوفرة الحين في كل مكان، وطبعا الجميع يقدر يتوصل لها وياخذها ويقرأ معلومات عنها. بس يعني قبل ما نستخدم أي مكمل غذائي بداية يفضل أن نراجع طبيبنا المختص، نسوي تحاليل كاملة وشاملة، نعرف الأشياء اللي تخص جسمنا. في ناس عندها تحسس من أشياء معينة يمكن تكون موجودة أصلا في المكمل الغذائي اللي الشخص ياخذه وهو ما بحاسس وياخذه. يا في مكملات نأخذ بدون حتى استشارة طبية، بس أسمع الإعلان عنها أو طريقة الدعاية اللي تجذب الواحد وتعطيه يعني حماس أن يستخدم هذه المكملات، وهي أكثر من أنها بتفيد الشخص يمكن الضرة. حتى لو بتفيد بنسبة 10-20% يمكن الضرة بنسبة 80%. فيفضل الواحد قبل ما يبتدي أي مكمل غذائي يتسوي فحص شامل لجسمه، يتأكد من ناحية جسمه عنده نقص في أشياء معينة عشان يستخدم هذه الأشياء أو الفيتامينات اللي عنده نقص فيها، وهو للأحسن من استخدام المكملات اللي هي بتتعب جسمه أكثر ويمكن أوريدي يكون عنده زيادة في هاي الأشياء في جسمه. ثاني شيء بالنسبة في ناس كثيرة يمكن تستخدم هالمكملات أو تستخدم هالأشياء أساس تنزل وزنها، بس مثل ما أنتوا عارفين يعني أنا ما بستخدمها طول عمري عشان
عشان أنزل وزني، بستخدمها فترة معينة. حتى لو أنها نزلت لي وزن في فترة معينة، أول ما أوقفها بيرد وزني أكثر، يضاعف يمكن أكثر. ثاني شيء نركز على بأي طريقة هي قاعدة تنزل الوزن، تنزل الماي أكثر، تنزل الدهون أكثر، تنزل السكر أكثر، فيكون لها مضاعفات لجسمي أنا. يعني أكيد يعني من البداية يمكن بتنزل كمية كبيرة من الماي، أو بتنزل كمية كبيرة من الـ من الـ الأشياء اللي أنا يحتاجها جسمي. يمكن أنا أعتبره بسهولة أني أخذ حبة وأكل على كيفي وفي نفس الوقت ينزل وزني، بس هذا بالنسبة لجسمي ضار أكثر من أنه نافع، لأن أنا قاعدة أخسر أشياء وايدة يمكن في الأكل تكون موجودة جسمي يحتاجها، وهي تركز على أشياء معينة بس أساس أنا أركب على الميزان أشوف وزني نزل. يمكن اللي نزل هو الماي أكثر من أن الدهون وأشياء ثانية. فيفضل يعني سبحان الله الواحد يوم يأخذها كنظام غذائي أو نظام بدل نظام حياته بيعيش طول عمره بنفس النظام، يعني خلاص جسمه تأقلم. يعني حتى لو بيرد يعني متعود على هذا النظام بطريقة يعني يومية، فوزنه بيلاحظ أن وزنه ما يرتفع بطريقة كبيرة، وبالعكس يمكن يبتدي ينزل ويكون في المعدل الطبيعي، وفي نفس الوقت يكون يعني ما يحس بالضعف في جسمه أو الوهن أو التعب. إحنا ما نتكلم عن مكملات غذائية مثل فيتامينات إذا الشخص كان محتاجها أو عنده نقص فيها. يعني ناس كثيرة يمكن عنده نقص في فيتامين دال، نقص في الحديد، نقص في الفيتامين بي 12 وجسمه يحتاجها، أو نقص حتى في المغنيسيوم، فياخذها بمعدل طبيعي. بس الكلام هذا كان على أساس المكملات الغذائية اللي الحين ابتدت تكون منتشرة طبعا، وخاصة حق الأعمار الصغيرة اللي هي أقل عن 25. فالواحد يتشجع أن يأخذها، يبقى ينزل وزنه أسرع، يبقى تطلع العضلات أسرع، بس بالنسبة لجسمه فيها ضرر أكثر من أن فيها فايدة، إلا بعد استشارة طبيب مختص وهو يوصف لنا نوع المكمل الغذائي اللي جسمي يحتاجه. يعني أفضل من أنه، ونفس ما قلنا لكم ونذكركم دائما، الوقاية خير من العلاج، لأن أشياء وايدة يمكن تنكتب كشيء إعلاني بس ما تناسب جسمي أنا، ما تناسب جسم فلان، ما تناسب الثانيين. اختلاف في أجسامنا سبحان الله، أو يكون يمكن الشخص عنده تحسس من أشياء معينة وتأثر عليه. فهذه هي دراستنا اليوم. الدراسة صراحة جدا جميلة وزين أن تعرضها لفئة معينة اللي هي فئة 25 وأقل، اللي هي فئة الشباب، يمكن لأن أكثر تداولهم لها. ولاحظوا أن زيارات المستشفيات، العجز طويل الأجل، الوفيات وأنواع أخرى من الأمراض ابتدت تطلع بسبب هذه المكملات الغذائية. فيفضل بداية، نفس ما قلت لكم، بداية نتشيك مع طبيبنا، نسوي التحاليل اللي نحتاجها. يمكن عندي أنا أشياء معينة تكون نازلة، وبالنسبة للوزن يعني ما نتخوف أن لا نبقي شيء سحري وخلال يوم يومين أو خلال شهر أنزل 10-20 كيلو، لا، يعني جسمي يتأثر. أنا أهم شيء جسمي، أهم شيء جسمي، يعني أبتدي بنظام غذائي وأكمل فيه عشان يوم أرجع مرة ثانية يعني سبحان الله ببتدي نظام غذائي بتعود عليه ما بوقفه، لكن الحبوب ببتدي أوقفه مع الوقت وبيرد وزني نفس ما كان قبله. يعني مو بأن يعني بيتم ثابت مع الحبوب والمكملات الغذائية. مستمعين الأعزاء، هاي دراستنا لليوم، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم فقرتنا التقذوية. اليوم فقرتنا بتتكلم عن تقذية أطفال السكري من النوع الأول. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا نفس ما خبرتكم قبل الفاصل، موضوعنا الحين بيتحدث عن تقضية أطفال السكري من النوع الأول. طبعا كلنا عارفين هذا السن خاصة الأطفال في تحدي في من ناحية في تعليمهم طرق الأكل، أو بالأحرى نوع الأكل اللي يأكلونه، لأن أشياء وايدة مفتوحة لهم. بعدهم يعني يحبون يجربون أشياء كثيرة، وخاصة اللي
يكون عندهم السكري، وهسن خاصة الأطفال يحبون أن يعني أكثر الأكلات اللي يفضلونها بتلاحظون أن الحلويات أو اللي فيها نسبة سكر عالية. فاليوم إن شاء الله بنتحدث عن هذا الموضوع اللي هو تغذية أطفال السكري من النوع الأول، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي فاطمة الخروصي. صبحت الله بالخير فاطمة. حياكم الله وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة فاطمة، حياك الله. فاطمة، احنا كنا عارفين من ناحية التغذية خاصة في سن الأطفال وخاصة في الناس اللي عندهم السكري، الأطفال اللي عندهم السكري من النوع الأول، في تحدي بالنسبة خاصة للأهل، وفي أشياء معينة ما بعارفين متى يوقفونها، يمنعونها، يقللونها، فهم سوي تحدي شوية خاصة للأهل اللي وايد يعني، ومعظم الأهل أصلا يكونوا متابعين حالة أطفالهم في هذا السن، فممكن تحدثين أكثر عن تغذية الأطفال اللي عندهم مرض السكري من النوع الأول؟ هي طبعا بالنسبه لمرضى السكر خاصه النوع الاول هم المعتمدين على الانسولين. احنا في البدايه اول ما نعرف ان مريض السكر يكون عنده خلاص اعتمد انه ياخذ الانسولين، لازم يجي على عياده التغذيه عشان يفهم الام شو الاطعمه اللي ممكن ترفع السكر وشو الاطعمه اللي تضره. بس بشكل عام هو الطفل محتاج لبروتين وكربوهيدرات، محتاج العناصر الغذائيه كل حاله حال اي شخص او اي طفل في عمره. لكن في بالنسبه للكربوهيدرات لازم تحدد من اخصائي التغذيه، يعتمد على عمر الطفل، يعتمد على مثلا وزن الطفل، هاي كلها اخصائي التغذيه تشرح للام، تكون تشرح لها اول شيء في البدايه احتياج الطفل من ناحيه كل المغذيات او العناصر الغذائيه، وبالتالي تحديد النشويات. فاحيانا اكثر الامهات وايد حاطين في بالهم ان النشويات بس نعتمد على الخبز والعيش، لكن احنا عندنا نفهم للام ان النشويات او الكربوهيدرات تكون موجوده في صح الخبز والعيش، المعكرونه، كل انواع الشوفان او الذره او الشير او القمح. بعد في بعض البقوليات في الامهات ما يعرفون ان في البقوليات نسبه نشويات حالها حال الارز مثلا، ان الخضروات النشويه احنا نقصد فيها البطاطس كل انواعها، ان الذره، البازيلا، هاي فيها نسبه نشويات. يعني لازم الام تحددها للطفل، ونحددها هذا بالتعاون مع الام اذا كانت متعاونه يعني في ان تخبرنا عن كميات الاكل اللي ياخذها الطفل. ايضا الفاكهه، الام تحس بها انه مثلا فاكهه وانا اقدر اعطي الطفل كميه اللي هو يباه، صح فاكهه طبيعيه 100% والسكريات اللي فيها طبيعيه، لكن بعد محتاجه ان تنحسب بالنسبه لوجبه الطفل. ايضا الحليب ومنتجاته، اي انواع من منتجات الحليب ما عدا الجبن لانه يعتبر من البروتين ممكن ياخذ الطفل من غير تحديد. ايضا السكريات البسيطه احنا نقصد فيها مثلا الطفل متعود على حلويات معينه، متعود على بسكوتات، على انواع من الشيبس، هاي احنا نفهم الام ونخليها تجيب الانواع اللي هو ياخذها الطفل في البيت، وبالتالي احنا نفهمها كيف تحسب الكربوهيدرات من هاي المنتجات وتدخلها في وجبه الطفل اذا كان حاب تدخل هذا. بس مو معناته هذا انه تاخذه باريحيه، نفهم الام ان هذا اذا احتاج الطفل عشان ما تتغير عنده سلوكيات، عن انه ما يكون مثلا حاله غير عن حال اخوانه في البيت او حال المجتمع اللي حواليه، فممكن ندخل هالأشياء بطريقة صحيحة وفهم الأم متى تدخلها ومتى تمنعها عنها أو حتى متى تقللها. أيوة متى تقللها. طبعا احنا متعودين في أغلب العوائل احنا اللي يجون متعودين ان يعطون الأطفال مثلا فترة العصر مثلا شيبس، يعطونه أشياء مثلا يحب ياخذها حاله حال اخوانه، ممكن ندخل اياها بس في حدود معينة، أيام معينة، ما تكون طول اليوم، ما تكون يوميا. فهاي كلها يعتمد على بعد بيئة البيت وكيف احنا نقدر نقللها بالتدريج، ما نقدر نوقفها مرة واحدة عشان ما يكون عنده سلوكيات عدوانية او سلوكيات يعني تحزن الطفل. صح، ونفس ما قلتي يعني انه بيشوف اقرانه او اخوانه او اصحابه انهم ياكلون، فهالاشياء كلها يعني بعد تأثر نفسيا في حالة الطفل. احنا نفهم الام انه ما في شيء اسمه امتناع، ممكن احنا ندخل هذا الشيء للطفل بس تكون بينها وبينها مثل ما نقول ديل او يعني اتفاق مع الطفل، تخلي الطفل يكون قريب منها، لافق منها، يخبرها شو ياخذ. ان احيانا ما تقدر تتحكم في المدرسه، بس اذا الطفل مثلا فهم ان هذا انا اقدر اخذه لازم يخبر امه شو الكميات اللي ياخذها، ممكن ياخذ اشياء ثانيه من بيته او من اقران اللي في المدرسه والام ما تقدر تسيطر عليه. صح. فاذا كان بين الام مثلا والطفل تواصل مثل تواصل يومي، تسأله شو اللي خدته شو، ونقدر احنا ندخلك اياه من ضمن اللانش بوكس مثلا ماله، من ضمن الوجبه اللي هو يقدر ياخذها، فبيكون للطفل راحه وما يحس انه في تغيير عليه في حياته، في نمط حياته، في نمط اكله. والتثقيف الصحي كذلك، يعني هاي النقطه اللي ذكرتيها جدا مهمه، يعني الطفل من يوم هو صغير هم يفهمون ما شاء الله وعارفين، فالنقطه اللي ذكرتيها وايد مهمه انه يخبر امه شو كل في المدرسه، يعني يكون تواصل كبير بينه وبين امه او اهله، فالتثقيف الصحي عشان تفهمه من البدايه.
الدواية، شو الأشياء اللي تناسبك؟ إحنا ما بنمنعها بس بنعطيك إياها بكميات يعني تناسبك. وبعدين في بعض الأمهات يشوفون صعوبة عندهم وهالأشياء، فنحاول إحنا نفهم شو نطالع شو الصعوبات. مثلا في بعض الأمهات يقول إحنا صعوبة عندنا نأكل الطفل خضروات لأنه ما يحب يأكل خضروات ولا يحب السلطات. حتى أحيانا الأطفال العاديين عندنا مثلا ما يأكلون أنواع من الخضروات والسلطات، فإحنا نحاول ندخلها من بطريقة معينة، مثلا بطريقة نبتدي بالخضروات أو الفاكهة اللي هو يحبها الطفل، بعدين نحاول ندخل الفواكه اللي هو ما يحبها بالتدريج. نحاول نفهم الأم تعود الطفل على الخضروات منذ الصغر، يعني إذا اكتشفت أن الطفل وهو صغير مثلا يا عنده السكر ومثلا والطفل مو متعود على هالشيء، نحاول نخليها تدخله يا بالتدريج مثل الفاكهة الطازجة بدل ما يعطيه العصاير على طول. خلي الأم مثلا توقف مثلا استخدامها العصاير في البيت بشكل عام، تكون العائلة كلها متعاونة وياها حياتهم في البيت. إذا كانوا متعودين على العصاير نخليها يغيرونها على فواكه عشان الطفل ما يحس إنه هو الوحيد اللي يمتنع من هالأشياء، باقي العائلة تكون وياه في اتفاق وياه وتعاون وياه. إدخال الحبوب إحنا نقول مثل منتجات الأطفال، مثل مثلا ندخل مثلا أنواع من البقوليات أو أنواع منها، ما نحاول نخليه يعتمد أكثر شيء على الخبز أو الرز. أيوة. أو مثلا على البيتزا أو الفطاير، الكميات نحدد لهم إياها يعتمد على حسب طبيعة الأم كيف تدخل هالأشياء. تعود الطفل حتى على الخبز الأسمر بدل الأبيض، بس من معناته هذا أنه مثلا هذا من البداية لا، هذا إذا كانت الأم تسينا زيارات على عيادة التغذية. أيوة. وكانت مستمرة ويانا، هذا كله بالتدريج، فنسوي لها خطة كاملة إلى ما توصل للهدف اللي إحنا نبغيه واللي هي توصل للهدف اللي هي تبغيه. وهذا دور مهم وجدا كبير يعني اللي يقدمونه. يعني نصيحتي لكل أم أو كل أهل عندهم الطفل عنده يعني السكر من النوع الأول أن يتابع حتى مع دكتورة التغذية، لأنه مو بس أن يأخذ الدواء أو يأخذ الإنسولين وخلاص يعني يمشي بالوضع، بالعكس يعني دور التثقيف الصحي ودور دكتور التغذية وايد كبير خاصة في هذا السن، لأني يعني هذا سن النمو، يعني أنا ما أبغى أي شيء يأثر على نمو الطفل. ويعني نفس ما قلتي أنت تركزون على البروتين الأشياء الثانية والفيتامينات، وتركزون كذلك على الكربوهيدرات، يعني ما يعني هالنوعين. لا لا احنا حبيبتي الدكتورة عاشة، احنا بالنسبة للمرضى يوم يجون العيادة لهم خطة خاصة، عندنا عيادة تغذية خاصة لطفل الأطفال السكر النوع الأول. ممتاز. فيها نعلم الأم ونعلم الطفل نفسه في عمر، لما نشوف الطفل مثلا وصل عمر 9 سنوات 10 سنوات كيف احتياجات من الوجبات، نكتبنا الوجبة نخليه يتعلم كيف يحسب الوجبة قبل لا يأخذ الأنسولين، وهاي أفضل طريقة لنا الحين اعتمدناها في عيادة التغذية بالنسبة للأطفال. وكذلك نفهم الأم أن ما في شيء اسمه أنه ما يتحرك، ممكن يمارس رياضة رياضة العادية، فإذا كان من نوع الطفل يحب الرياضة مثل السباحة والرياضات اللي هي العنيفة سواء كاراتيه والأشياء، نحاول فهم الأم أن نقدر يأخذ الطفل وجبة خفيفة قبل الرياضة وبعد الرياضة، خاصة إذا كانت الفترة طويلة مثل ساعة أو ساعتين. أغلب الأمهات يمنعون الأطفال من الرياضة، يمنعون الأطفال من الممارسة، يخافون أن ينزل السكر أو أيوة شيء. أيوة، ينزل السكر. ففي هالحالة إحنا نفهمهم نثقفهم كيف إنه يدخلون الوجبات هذه. نفس الوقت بعد نعلم الأم كيف تحسب الوجبة، أي وجبة للطفل، وحتى الطفل حين قاموا عندنا إحنا الأطفال روحهم يحسبون وجباتهم. ما شاء الله. ما في داعي إن يعتمدون على الأم أو عندهم كير كبر أو خدام في البيت. الطفل نفسه نشجعه على النفس إنه يجي ويحسب روحه الوجبة وبناء عليها ياخذ الانسولين. حتى الانسولين اغلب الاطفال ياخذونها من عمر 10 سنوات او 11 سنه روحهم، بس احنا ما نقدر نخليهم على طول الا بعد متابعه الاهالي. أكيد. نتاكد من الاهالي نفسهم ان معاهم في على الخط، ما يكون اعتماد كامل على الطفل ولا اعتماد كامل على مثلا الخادمه او الام. فالطفل هنا لو صار مثلا ما مارس حياته العاديه في مدارس او طلع رحلات مع المدرسه او مع اي حد ثاني غريب غير العائله، بيكون خلاص يقدر يعرف الكميات اللي ياخذها ويحسبها. فهاي الحسبة احنا يوميا ترى كل اسبوع ممكن الام تيجي الثلاثة عندنا في العيادة. أيوة. والزيارات هاي تكون متكررة اول ما تكتشف الام ان الطفل عنده السكر النوع الاول، وبالتالي يتعود الطفل على الحساب والام تتعود على الحساب عشان في المستقبل اذا حبت تدخل اللي هو جهاز البمب يكون سهل بالنسبة للطفل للأم. وما شاء الله زين أن أنتم تعطون فرصة حتى للطفل أن روحه يحسب فيتحمل المسؤولية، فتحسين ما شاء الله يتحمل المسؤولية ويخاف على نفسه ويحب أن يعيش حياته باستقلالية. صح.
ويعلم الطفل على الثقة بالنفس، صح، ما يخاف من أي شيء. صح وهاي الأشياء والله احنا يا أختي إلينا الحين ما شاء الله عليكم، لا يعطيكم العافية صراحة، يعني مجهود صدق تشكرون عليه، خاصة يعني النقاط هاي، لأن الطفل صراحة يعني يوم يحس أن الجميع يحسسه أنه ناضج وهو عنده قدرة أن يأخذ قراره، ويعني تحسين يعطيك أكثر حتى، ويعني احنا عندنا أطفال والله يا أختي من أم من من أولياء أمور أو والدين ما يعرفون، ويعني ما مش دارسين، والأطفال دارسين، احنا نعلم الطفل فيوصلون. احنا عندنا أطفال يجيبون إياهم حالتهم ابدا مستعصيه وصعوبه عندهم في التعلم، ما يبغون يتعلمون، خلاص وصلوا مرحله ان حتى ما في اتفاق بين الام والطفل، بس نمسك الطفل نفسه ونعلم الطفل، والله يجينا الطفل انه السكر عنده منتظم، وعندنا هالاطفال موجودين عندنا وتابعوني انا، لدرجه انه خلاص وصلنا لمرحله ان من عند الاطفال يوصلون لعياده الكبار اللي هو السكر النوع الاول، عند عياده الكبار خلاص عارفين يحسبون وجباتهم، ما شاء الله ما ممتاز، يعتمد على الأم ولا يعتمدون على الأبو. ممتاز. فاطمة، احنا تكلمنا عن التغذية من ناحية يعني عموما، بس في حالات معينة الطفل ينزل عند السكر، في هالحالة شو توصون الأهل يعطون إذا نزل عند السكر؟ أيوة، في حالة هبوط السكر لازم الأم تعرف جرعة الأنسولين، أحيانا الأم تشوف السكر مرتفع عطت على طول جرعة أنسولين عالية، صح، وهذا اللي يخلي الهبوط يصير على طول. احيانا ايوه احيانا اعطاء الانسولين فتره طويله قبل الوجبه، يعني تلقى الطفل مش مستعد انه ياكل الحين، فتقول له انا بعطيك الابره وتخلي الوجبه، والطفل يجي على الوجبه نص ساعه ساعه ويضطر انه يسوي له هبوط وهو ما اكل الوجبه. احيانا الوجبه اللي تناولها الطفل تكون قليله في النشويات، وخايفه لا تعطيه نشويات حاطه في بالها ويرتفع، يرتفع، بس في المقابل تكون محسوبه النشويات على حساب الانسولين وهو ماخذنه، فبالتالي الام لازم تتاكد، عشان شي يكون دائما اتفاق الام ولا الطفل نفسه ان تتاكد ان شو الوجبات اللي هو يبغى، شو الاشياء، فالتحضير هذا يكون بين الام والطفل. أيوة. انا مثلا ابغى هالكميه من الاكل، ابغى هالكميه مثلا من البروتين هالاشياء، فتحضر لي اياها وتحسبها مع وياه وبناء عليه تعطي، وتقول مستعد تاكله الحين ولا بعد، إذا كان الطفل مستعد دحين ياكله خلاص تعطيه الأنسولين قبل الوجبة نص ساعة وتخليه ياكل الوجبة، تتأكد 100% إنه ياكل الوجبة، خاصة النشويات الموجودة في الوجبة. أيوة. إذا أخذ النشويات الموجودة في الوجبة معناته ماخذنها على حساب الأنسولين اللي هو حسبت لي إياها. أيوة. إذا ما أخذ هذه الوجبة يعني الأنسولين أو النشويات هذه ممكن تعطيها بعد 10 دقائق أو نص ساعة تخليه يرتاح شوي وتعطيه، المهم لازم تعطيه الوجبة كاملة مع تناسب الأنسولين اللي ياخذه. حسب ما إذا كان الطفل مثلا يقوم برياضة قوية، خاصة إحنا فترة الصيف تراكم الأطفال في الرياضات اللي يحبونها، سواء ركوب الخيل، السباحة، أو أي نوع من الرياضات اللي هي تاخذ فترات طويلة أكثر عن ساعة يكون فيها يمارس فيها الرياضة، أو الرياضات العنيفة وتاخذ منها جزء، لازم الأم تحضر لوجبة خفيفة قبل الرياضة، وحتى بعد الرياضة ممكن تعطيه وجبة خفيفة عشان نتفادى أن ينزل السكر عندهم. أيوة. في هذا أيوة. فاطمة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام. الكلمة الأخيرة خاصة للأمهات أو المستمعين، يعني ما شفتوا بالهم أن السكر يعني هذا نهاية العالم، لأن أغلب الأهل اللي ميونة يعرفون أن السكر في الطفل أو شيء، يعني حتى استيعابهم لأن إحنا نكلمهم ما يكون في تواصل معنا، يرفضون التواصل. فأنا أقول هذا مرض السكر الحمد لله صح ما في علاج 100% أن يشيل المرض هذا، لكن في طرق تساعد الأهالي على أنهم ممكن يستفيدون منها، وهي تعويد الطفل على الثقة أول شيء بالنفس، عدم امتناع الطفل من يعني من الطفل من أي نوع من الأكل، كل الأكل ممكن يأكله، أي نوع من الأكل يأكله، لكن ينحسب المحافظة دائما على توزيع الكربوهيدرات هذه بجسم الأطفال، ما يمنعون الطفل من ممارسة الرياضة، استعمال المعايير المهمة في استخدامهم لحساب الكربوهيدرات، لأن اختلاف المعايير أيضا هاي مهمة، فالزيارات المستمرة لأخصائي التغذية في العيادات أو في المستشفيات مهمة جدا للأم، فما في البداية بيكون عليها صعوبة، لكن بعد فترة بتلقى نفسها أن هي قدرت تسيطر تماما على هالموضوع، فصح يبال الشغل شوي أو اهتمام شوي في البداية، لكن بعدين ترتاح لما يكون الطفل خلاص عارف حساباته والأم عارف كيف تعامل الطفل. وينتم النهاية طفل السكر طفل طبيعي، طفل يحتاج أن يمارس رياضة العادية، يحتاج أن يمارس حياته كأي طفل عادي، لأنه مش مثل الطفل مثل الكبار في العمر، بس يعني بانتظامكم. أيوة محتاج طاقة، محتاج بروتين عشان ينمو. فاطمة الخروصي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك.
حياكم الله، مع السلامة. الله يحييك، شكرا لك فاطمة. مستمعين الأعزاء، هذه فقرتنا كانت لتغذية أطفال السكر من النوع الأول. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بنتكلم عن تطبيق ذكي، من أهم صراحة التطبيقات خاصة اللي تتعلق بصحتنا، اللي هو تطبيق الـ DHA وإمكانيات وخدمات متنوعة. طبعا الحين طبعا ما حد يقدر يستغنى عن الهواتف الذكية، كلنا عندنا هواتفنا الذكية، ننزل ابلكيشنز او ننزل حتى تطبيقات كثيرة من خلال هالهواتف الذكية، وسهلت لنا اشياء وايدة في حياتنا، وفي نفس الوقت نقدر نسويها حتى وين نكون متواجدين نقدر نستخدم هذه التطبيقات. فمن اهم التطبيقات صراحة اللي بتكون متعلقة بصحتنا، واللي هو تطبيق الـ DHA إمكانيات خدمات متنوعة. اليوم بيكون ويانا الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تقنية المعلومات والتطبيقات في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباحك الله بالنور والسرور دكتورة، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ وليد، نتمنى يوم سعيد للجميع إن شاء الله، ويوم مليء إن شاء الله بالفرحة والصحة إن شاء الله بقى. إن شاء الله للجميع إن شاء الله إن شاء الله. بداية نبارك لك التكريم اليوم. الله يبارك فيك دكتورة. الله يخليك. طبعا هيئة الصحة تولي أفراد المجتمع بشكل عام اهتمام كبير، متعاملينها سواء المرضى على وجه التحديد، وتحرص دائما على تيسير وسائل إجراءات الحصول على خدماتها الطبية المتقدمة في جميع المنشآت. تستند الهيئة في عملية الاستفادة من الخدمات والتواصل مع أفراد المجتمع إلى أفضل التقنيات والتطبيقات الذكية، من بينها تطبيقها الشامل والمتكامل DHA. أستاذ وليد، ممكن تحدثنا أكثر عن تطبيق الـ DHA وإمكانياته وكيف نوفر على هواتفنا الذكية؟ أولاً تطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية باسم هيئة الصحة بدبي، والإنجليزية باسم الـ DHA. طبعاً متوفر هو في الآب ستور والجوجل ستور، بعد نفس الشيء بلاي ستور. وطبعاً طورنا تطبيق هذا، اجتمعنا مع مستخدمين كثار، سوينا استبيانات، معنا ملاحظات الجمهور على التطبيقات اللي عندنا نحن، وشو أنسب شيء يعني ملاحظات عندنا نحن. في وسطنا ملاحظات كثيرة أن يبغون تطبيق بسيط يجمع أغلبية الخدمات، الوصول له سهل، وفي ملاحظات كثيرة بعد من ناحية الخصائص اللي انطلبت منا نحن. نحن وعدنا الخصائص يعني بتقدم على مراحل، وحين خلال أقل من شهر أطلقنا خاصية جديدة طلبوا منا نحن، إضافة أفراد الأسرة. ممتاز. التطبيق نفسه، أيوة، مثلا لو عندك شخص كبير السن لا يقرأ ولا لا يقرأ أو ما يقدر يستخدم التطبيق نفسه كذلك. أيوة، هي تقدر تستخدم التطبيق وتطلع على مواعيده وشو الأدوية اللي حين يأخذها. بعد بالنسبة لتحاليل المختبر، إذا بعد عندك مولود جديد تقدرين تتابعين مواعيده، تقدرين تتابعين نتائج التحاليل، وبعد الأدوية اللي هو قاعد يأخذها. وطبعا التطبيق فيه خدمات كثيرة من الخدمات الطبية. ممكن تحدثنا أكثر عن هذه الخدمات، يعني أساس المستمعين يتعرفون عليها أكثر؟ عندنا نحن كتطبيق أولاً الخدمات الطبية. أيوة. الخدمات الطبية عندنا نحن متابعة المواعيد. ممتاز. إذا شخص عنده موعد حاب يلغي الموعد من خلال التطبيق نفسه. عندنا نحن نتائج تحليل المختبر تطلع بالمستويات الطبيعية بعد كذلك. عندنا نحن الأدوية اللي قاعد يأخذها المستخدم حالياً المريض. ممتاز. الشيء الثاني عندنا نحن التبرع بالدم، التعرف على مراكز التبرع بالدم والدليل الارشادي بالنسبه للتبرع، شو لازم تسوي قبل التبرع وبعد التبرع. وعندنا نحن بعد تسجل كمتبرع عندنا نحن في هيئه الصحه، يكون في نفس التطبيق. ايوه، في نفس التطبيق. ممتاز. وبعد لو حاب تعبي استماره التطوع، يعني على اساس يمتي المركز على طول، بس تراويهم موبايل وخلال يقرون الاستبيان كامل، يعني ما له داعي تي وتعبي استبيان ورقي الحين. ممتاز. زين، بالنسبة لذلك عندنا الحين البحث عن طبيب في دبي سواء حكومي ولا خاص، البحث عن منشأة صحية في دبي. عندنا الحين بعد تعرف على حالة الطلب بالنسبة لتخصصات اللياقة الطبية، وبعد بالإضافة لذلك الأخبار الهيئة، بعد لو في الأسئلة الأكثر شيوعا
عندنا احنا لو في اقتراحات ولا في شكاوي، وبعد لو في محادثه مباشره مع هيئه الصحه خلال التطبيق. ممتاز، يعني تقريبا شامل الاشياء كثيره، مو بس التحاليل او الادويه، يعني تقريبا كل شيء، حتى التبرع بالدم، الحديث المباشر كذلك، البحث عن منشاه صحيه خارج الهيئه. قصدك استاذ وليد صح؟ في دبي. نعم في دبي. أي منشاه حكوميه ولا خاصه في دبي ممكن من خلال التطبيق يبحث عن الشخص. ممتاز، والجميع في تطبيق واحد، يعني بهالطريقه وايد سهلنا حتى على المتعامل انه خلال تطبيق واحد. نعم بالنسبة والهدف هذا نحن من خلال التطبيق بالعكس تحدث تدور كل القنوات، شو يدور عليه الجمهور، شو الخدمات اللي يدور عليها، شو الملاحظات اللي يعطينا على التطبيق. طبعا القيادة الرشيدة يعني عطتنا صلاحية كاملة بتلبية احتياجات الجمهور نفسهم بالنسبة للتطبيقات. ممتاز، خاصة أن النقطة اللي ذكرتها أنتم خدتوا من اقتراح، يعني الجمهور كذلك ساعدكم أو كان له دور في التطبيق نفسه، يعني حطيتوا في بالكم أن صح أن التطبيق للجمهور، فحط يعني شيء جميل أنك تدخل حتى الجمهور في إنشاء نوع من أنواع التطبيقات لأنه موجه لهم كذلك. هو بالنسبة آسف دكتورة، هو أفضل الممارسات الحديثة لتطوير أي خدمة هي استماع لملاحظات الجمهور نفسهم. صح. فبناء على أفضل الممارسات نحن قاعدين نستمع للجمهور عشان تصور خدماتنا الذكية نفس الوقت. ممتاز ممتاز. أستاذ وليد، كيف الواحد يعني أحيانا فرضا شخص يبغي ينزله على تليفونه، فكيف ينزله الابليكيشن، كيف ينزل التطبيق نفسه على تليفونه؟ يعني على يعني بيدخل على الاندرويد او بيدخل على الابل ستور، بس شو الشيء اللي يحطه اساس يطلع له الابلكيشن وينزله؟ يدخل على الاندرويد ولا الاب ستور ويكتب دي اتش اي. ايوه. ويكتب هيئه الصحه بدبي وتطلع له قائمه التطبيقات، خلي يختار تطبيق الدي اتش اي. تطبيق الدي اتش اي سواء دكتور يحمل التطبيق، وطبعا مثل ما قلنا التطبيق متوفر باللغتين العربيه والانجليزيه. ممتاز. للخدمات الطبيه طبعا هي الخدمات الطبيه الخاصه بمنشآت الهيئه، فإذا شخص يراجع منشآت الهيئة وعنده رقم بطاقة صحية يقدر يستخدم الخدمات الطبية، لكن بس القطاع المنشآت الصحية اللي تابعة لهيئة الصحة. أيوة، نعيد هذه النقطة لأنها جدا مهمة، أن إذا كان شخص يعني عنده بطاقة لهيئة الصحة وعنده ملف في هيئة الصحة في دبي. أيوة، يقدر من خلال التطبيق يفعل ملف الطبي على الخدمات الذكية. ممتاز. يعني هو عنده ملف سابقا. أيوة. وحاب يستخدم خدمات طبية، قبل كان لازم يحدث عندنا نحن. صح. ولا يخليه خلال الموقع، لا، لكن الحين حدثناها بتكون خلال التطبيق نفسه. في حالة الشخص ما عنده بطاقة صحية لهيئة الصحة بدبي، يقدر يستخدم كذلك ال DHA ال DHA applications أساس يشيك على المش. هذا الملاحظة بس تشمل الخدمات الطبية. الخدمات الغير طبية مثل التبرع بالدم. طبعاً أي شخص حتى لو ما كان مريض لهيئة الصحة يقدر يسجل كمتبرع ويعبي الاستبيان نفسه. لو عنده شخص ما يراجع هيئة الصحة بس عنده ملف الفحص الطبية، فحص اللياقة الطبية. بالنسبة لكذلك لو شخص يدور على منشأة صحية ولا دكتور في دبي، بكل بساطة يقدر يحمل التطبيق ويسجل ولو من غير تسجيل ويستخدم الخدمات هذه الموجودة. أيوة. يشترط يكون مقيم في دولة الإمارات؟ يعني بيدخل بطاقة الهوية أساس الاشتراك في البرنامج ولا لا؟ لا، بطاقة الهوية مش مطلوبة، بس تعبي البيانات الأساسية يعني اللي موجودة، البريد الإلكتروني والموبايل. ممتاز ممتاز. الجديد في هالتطبيق أستاذ وليد شو بيكون؟ اللي ضفناه جديد نحن البحث عن منشأة صحية في دبي. أيوة. وطبيب، وبعد إضافة أفراد الأسرة مثل ما ذكرنا قبل شوية، لو حد لأن هلا خاصية كانت توصلنا ملاحظات كثيرة. أيوة. نحن محتاجين الخاصية هذه ونحن بنضيف فرد أسرتنا، بدل ما يسجل باسم مستخدم جديد لكل فرد في عائلته، خلاص من خلال مستخدمه يضيفهم كأفراد عنده بشكل خطوات بسيطة. أيوة. بس هو لازم يعرف رقم هاتف النقال للشخص، يعني الهاتف النقال المسجل في الملف الطبي. أيوة. وتاريخ الميلاد، بيدخل المعلومات هذه، بعدين في رسالة نصية بتوصل للرقم الموبايل الجهاز النقال المسجل في الملف، ومن خلال هذا بيتفعل الملف خلاص. ممتاز. وحتى كذي بالنسبة للعائلة، يعني إذا كانوا صغار في السن أطفال، الأهل يبون يتابعون تحاليلهم أو يتابعون ملفاتهم الصحية، فبيكون أسهل. يعني النقطة هاي جدا مهمة اللي هو إضافة أفراد الأسرة. بالنسبة شو هي التطورات المنتظرة كذلك للتطبيق في الفترة القادمة إن شاء الله مستقبلا؟ والله في أشياء كثيرة، يعني من ناحية الخدمات الطبية، بالنسبة لكم خريطة طبية، بطاقة صحية، وفي خدمات خاصة بعد إن شاء الله بناء عندنا في جايتكس. من غير جايتكس بعد في خدمات إن شاء الله بتكون بناء على ملاحظات الجمهور نحن قاعدين نطور فيها،
ان شاء الله نقدر نلبي احتياجات الجمهور ده في السوق، فما بعطينا تفاصيل كثيره، بيشوفونا ان شاء الله الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله. استاذ وليد، بالنسبه للتطبيقات انتم مثل ما ذكرتها كل التطبيقات في تطبيق واحد الحين الحمد لله، وانتم ان شاء الله يعني بما ان يعني التطور في التطبيق يعني يوم بعد يوم فتره بعد فتره ان شاء الله، وفي تطورات كثيره جايه يعني ان شاء الله مستقبلا، شو السبب الرئيسي ان خليتوه في تطبيق واحد فقط؟ بالنسبه اولا توجهات الحكومه، يعني صعب على الحكومه وجهت ان الخدمات الافضل تكون في تطبيق واحد، لان عدد التطبيقات صار كبير. صح. زين، والجمهور لازم يدور على كل خدمه وتكون لها تطبيق خاص فيها. صح. طبعا شخص كثير التطبيقات بتكون موجوده على جهاز النقال، وبالعكس نحن ندور شراكه مع، احنا نشتغل بشراكه مع حكومه دبي الذكيه، نوفر الخدمات اغلبيتها في تطبيق دبي الان اللي هو واجهه كامله لحكومه دبي الذكيه، من خلال التطبيق هذا اي شخص يدور عليه خدمه يلقاها هناك. ممتاز. اوكي، كمرحله اولى نحن خدماتنا كلها في تطبيق ان شاء الله بتكون في تطبيق واحد، بالاضافه لذلك نحن بعد قاعدين الخدمات هذه نحطها في مع حكومه بيتك في تطبيق واحد. ممتاز. وتشيب حتى للمتعامل يكون اسهل لي، يعني في نفس المكان بس تطبيق واحد اقدر اوصل خدمات متنوعه، وحتى يعني طريقتي وانا اشيك على التطبيق تكون بطريقه وايد سهله. بسيطه ومريحه بالعكس. وبعد التطبيق فيه اجراءات امنيه كثيره، يعني بما يعزز خصوصية المريض نفسه. من ناحية يعني ممكن تكلمنا أكثر عن هذه النقطة، لأن صح يعني في مرضى وايد أو متعاملين كثار يتخوفون من ناحية الخصوصية خاصة الملفات، وإحنا عارفين يعني نحن كأطباء يعني البيشنت كونفيدنشيتي أو سرية المريض شيء أساسي وكبير في عملنا، فمن ناحية المحاذير الأمنية اللي خطوها أن الشخص بس نفسه، فممكن تحدثنا أكثر عنها؟ نحن نستخدم احدث الانظمه بالنسبه لموضوع الخصوصيه. ايوه. بالاضافه لذلك نحن عندنا نحن شراكات مع مركز دبي للامن الالكتروني للاطلاع على اجراءاتنا الامنيه، تدقيق على اجراءاتنا الامنيه. ممتاز. واتباع تعليماتهم. بالاضافه لذلك نحن يعني حتى لو عرفتي رقم بطاقه الشخص الصحيه ورقم هاتف النقال، انت ما بيكون عندك صلاحيه دخول على ملف، لازم الشخص الموبايل اللي مسجل فيه الملف. ايوه. يقدر بس يدخل على ملف المريض نفسه. ممتاز. من الإجراءات الأمنية اللي عندنا نحن. يعني صح. يعني ممتاز، يعني بهالطريقة أشياء يعني لأن عارفين إحنا الأشياء الطبية معظمها تكون أشياء سرية يعني بس بين المريض والطبيب، يعني إلا الأشخاص اللي المريض أو المتعامل يفضل يكونون عارفين فيها، بس هالشيء يعني حتى يعطي ثقة أكثر وراحة أكثر للمتعامل أن يستخدم الأبليكيشن، وعارف أنه ما بأي شخص ثاني كذلك بيستخدمه يعني. نعم دكتورة. أيوة. ويكون عندنا نحن بعد تدقيق بشكل متواصل من الجهات الأمنية المعنية في الدولة للاطلاع. أيوة. على إجراءاتنا نحن الأمنية بالنسبة للتطبيق هذا. ممتاز ممتاز. أستاذ وليد، كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا خلال البرنامج. والله أنا حاب أشكر الجمهور على الدعم المتواصل، أنا وصلتني كملاحظات من غير القنوات الرسمية اللي عندنا نحن ملاحظات شخصية كيف أني أقدر أطور في التطبيق هذا، فحاب أشكر الجمهور وأشكر القيادة طبعا، القيادة العليا مثلا المدير العام والمدراء التنفيذيين اللي دعموا المشروع هذا كامل، حاب اشكرهم قطاع وإدارة وإدارة بعد كذلك، لولا الدعم المتواصل ما قدرنا ننجز هذا. والحمد لله التطبيق هذا الحين اطلقناه في جايتكس برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيس المجلس التنفيذي في دبي، هو اللي اطلقنا التطبيق هذا نفسه، والحمد لله قدرنا نتأهل في جوائز كثيرة بالمراحل المتقدمة، يعني خلال 3 شهور 4 شهور قلنا نشارك في جوائز، وبالعكس نتأهل للمركز النهائي، وإن شاء الله نوعد الجمهور إن شاء الله يكون فيه تحسينات كبيرة على التطبيق نفسه إن شاء الله، وما يتلبي مع احتياجاتهم الخاصة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذ وليد، قبل ما ننهي المكالمة، بالنسبة إذا أي حد من الجمهور أو من المستمعين حاب يعطي تعليق أو حاب يعطي يعني مثل اقتراح بخصوص البرنامج أو التطبيق خاصة اللي ابتدوا يستخدمونه، فكيف يقدرون يتواصلون وياكم؟ عندنا نحن القنوات، أولا اقتراحات والشكاوي. أيوة. زين، بعد عندنا نحن المحادثة المباشرة عن التطبيق، ومؤشر السعادة، مؤشر السعادة يعطينا نحن رضا الجمهور على التطبيق نفسه، وبعد يعطي إذا حاب المستخدم يعطينا أي ملاحظة بالنسبة لهذا، والحمد لله الفترة الأخيرة حصلنا وايد تعليقات إيجابية من خلال القنوات هذه.
ممتاز، لأن حتى سهولة الوصول للمكان اللي أنا بقترح منه، يعني هالشيء وايد يعني يدل على المجهود اللي بذلتوه بالنسبة للتطبيق، وكذلك إن شاء الله نجاحه المستمر الحين ومستقبلا كذلك. مشكورة دكتور، الله يعطيك العافية. شكرا شكرا أستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم تقنية المعلومات والتطبيقات في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لك. تحدثنا مستمعينا عن تطبيق الدي اتش اي وإمكانية وخدمات متنوعة في هالتطبيق. الجميل أن التطبيق مثل ما حدثنا الأستاذ وليد الظهوري بالنسبة للتطبيق هو تطبيق واحد في أشياء كثيرة متعلقة من ناحية يعني ما بس الشخص يقدر يشيك على ملف الطبي، حتى أشياء ثانية يقدر يتأكد منها. وكذلك إذا عندكم أي اقتراح جربتوا الابليكيشنز، عندكم أي اقتراح بالنسبة له تقدرون تتواصلون بطريقة سهلة. القنوات موجودة اللي هي المقترحات والمحادثات المباشرة خلال البرنامج أو مؤشر السعادة. طبعا الحين ما حد يقدر يستغنى عن التطبيقات، وايد سهلت لنا أشياء في حياتنا، وخاصة أن توفر لك الوقت والجهد من ناحية استخدامنا لها، وفي نفس الوقت يعني ما تتأخر على طول، تنزلها تفتح على ملفك الطبي وتشيك على أشياء وايدة في أي وقت، حتى لو كان المركز قلنا مسكر، يعني تقدر تتواصل خلال 24 ساعة. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت آخر فقرة لنا لليوم. إن شاء الله نتمنى لكم إجازة آخر أسبوع سعيدة للجميع. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، في الأخراج أيمن سرحيل، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في نفس التوقيت الساعة 10-11، وأتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.